تعتبر هذا الوسام الملكي تتويجا ومفخرة للعمل الذي قمت به منذ التحاقي بالوظيفة العمومية، و أعتبره بمثابة كاعتراف لخدمة قمت بها في صالح الوطن. بعد المناسبة كنقدم التحية ديالي وولاء لصاحب جلالة الملك محمد السادس بعد الوسام اللي تشرفنا به، وبعد المناسبة كنقدم ليه التهاني وكل عام وانتم بخير. دوزت 31 عام في الخدمه ديال الاداره، ودابا كنشكرهم لانهم داروا بالاعتبار ديالي وداروا عطوني وسام انني الخدمات اللي قدمت لوزاره التجهيز منذ 31 سنه. الوسام اللي نعم عليه به سيدنا اليوم في هذه المناسبه الغاليه كيعتبر تتويج لواحد المجهود ديال سنوات ديال العمل الجاد في خدمه هذا الوطن. بهذه المناسبه كنشكر سيدنا وكنهنيه بعيد العرش وبهذه المناسبه الكريمه وبعيد الفطر السعيد.